مبروك للترجي الرياضي التونسي، ألف مبروك للكرة التونسية. مبروك للترجي الرياضي التونسي. ألف مبروك للترجي الرياضي التونسي، ألف مبروك للكرة التونسية. طبعا انتصار باهر، انتصار مستحق، انتصار عن جدارة واستحقاق للكرة التونسية للترجي الرياضي في هذا العرس النهائي، في هذا العرس الإفريقي. أكيد الترجي اليوم أبدع وأقنع ورد على الظلم التحكيمي في مباراة الذهاب بالانتصار على الميدان عن جدارة كما قلت واستحقاق. فألف تحية للاعبين، ألف تحية أيضا للمدرب أكيد والإطار الفني يعني معين الشعباني ومجدي تراوي وكل الفريق العامل. ألف تحية للهيئة المديرة برئاسة حمدي المدب، وخاصة ألف تحية للجماهير الغفيرة اللي مثلت سند كبير اليوم. طبعا اللي مثلت اليوم سند كبير لممثل الكرة التونسية، واللي رغم اليأس اللي ربما دب في نفوس الناس في نهاية الشوط الأول إلى آخر اللحظة، سعد بقير كان حاضر وقلب المعطيات وخلى الترجي يدخل الشوط الثاني بمعنويات مرتفعة. اليوم على الميدان أكد الترجي أنه الأفضل والأحسن واللي يستحق هذا اللقب. تحية مرة أخرى للترجي الرياضي التونسي. الناصر البدوي ورضوان الفارحي تكهنوا بنهاية الشوط الأول بهدف مقابل صفر للترجي الرياضي التونسي. قبل ما نحكيه على التكهن، وأيضا سامي تكهن يعني جملة وتفصيلا تتب ليش في نهاية المباراة، أول حاجة نخلي لك ربما المجال باش تعبر على رأيك طبعا بعد هذا الأداء الباهر والفوز الرائع والثمين. أول حاجة نحب نهني واحد اللي حسب اعتقادي أنا يستحق الثانية، هو مهدي عبيد الشارف حكم مباراة الذهاب، اللي بالحق نحب نهنيه باللقب اللي تحصلت عليه الترجي بالرغم الظلم اللي لقاه الترجي في مباراة الذهاب. لكن الترجي اليوم ربح وأكد أنه فريق كبير، أكد أنه فريق الكرة القدم تتلعب على المربع الأخضر وقت اللي تكون حاضر وتكون جاهز أنك تجم تتحصل على اللقب. وإن شاء الله نحب نهني جماهير الترجي، ونحب نهني جماهير الترجي أكثر من نقط. كانت استفهام كبيرة قبل المباراة، كنا خايفين الضغط اللي كان موجود، المواقع التواصل الاجتماعي اللي كانت فيها برشا تجاذبات، فيها برشا كلام وكل واحد كيفاش يشوف. لكن اليوم أكدنا احنا كتوانسة اللي احنا قادرين بالكورة وبالانضباط وبالنظافة وبحسن التربية وبحسن كل الحاجات الإيجابية انه قادرين نعملوا المعجزات، بالرغم انه كانت المعاملة ولا بد تكون احسن من هكا مع المصاروة اللي احنا في نهاية الامر احنا توا النجم ونعتبروا احنا حبايب وصحاب وخيان، ما يسالش نربحوكم ثلاثه ونرجعوا وين كنا، توا نرجعوا حبايب وصحاب وما عندنا حتى مشكل. باهي رضوان، قلت هدف مقابل صفر في الشوط الاول والتكهنات كانت في محلها،
في الشوط الثاني ايضا الترجي ينتفض، الاهلي لم يكن له اثر لانه ايضا الوقفه بتاع اللاعبين والدهاء والتعامل الفني بتاع معين الشعباني مع المباراه ومع المنافس خلات الخصم ما يجدش حتى حلول. شنو الشيء اللي صنع الفارق اليوم؟ ونخليك طبعا كلمه باش تعبر على رايك عن هذا الاداء وهذا التتويج. مبروك للترجي الرياضي التونسي اكيد، كل الجماهير، رئيس النادي، الهيئه المديره اللي معاه. تبقى اكثر ناس نحب نهنيهم الحقيقه هما الاطار الفني التونسي اللي صغير في العمر اللي هما معين الشعباني ومجدي تراوي، وما ننساوش سي خالد بن يحيى اللي كان هو زاد وراء الترشح هذايا حسب رايي. دونك ربي التوفيق عليهم وكل خاصه الاطار الفني يستحقوا. فيما يخص المقابلة كما كنت حكيت انت، يظهر لي تكهنا بواحد صفر، قلنا احسن سيناريو للترجي الرياضي التونسي على خاطر الاهلي في دوزيام ميتون ماهوش باش يعرف اسكو يقدم اسكو يستحفظ على النتيجة، وهذاك اللي صار. الهدف في دقيقة 45 بعثر الاوراق الكل تقريبا بالنسبة للاهلي. صحيح الترجي كان واقف كما يلزم، لكن حتى الاهلي قبل المقابلة وقبل حتى مقابلة الذهاب قلنا انه الفريق هذا في المتناول، ولا بروفني معناها 3-0. سامحني معناتها الاهلي ابري تو باش تاكل لك 3. الترجي الرياضي التونسي كان احسن على جميع المستويات، فنيا بدنيا شفنا ليتا ديسبري خاصه الشوط الثاني كان ممتاز وممتاز جدا. ما ننساوش حسن التعامل تاع الاطار الفني مع المقابله خاصه على مستوى التغييرات معناتها. وفما نقطه اخرى مهمه مهمه جدا، كنا متخوفين وكان حتى سامي حكي على غياب فرانكوم، لكن اليوم برهنوا الزوز معوضين معناتها اللي هما سعد بقير واللي هما اليعقوبي تقريبا حسب رايي احسن من لاعبيه سور تيران. اليعقوبي ديفونسيفمون معناتها إليتي امبيكابل. بالنسبه لسعد بقير نفس الشيء، بون الكل معناتها فيليسيتاسيون للاعبيه الكل، سامح الدربالي سونترال خليل شمام بالاكسبيريونس نتاعو معناتها الملاعبيه الكل، ما نحبش نهضم حتى حق حتى حد، لكن بالنسبه لي انا اليعقوبي اللي يكون غايب على مقابلات ويرجع سيفري الى في تروا ماتش، وبالنسبه لسعد بقير نفس الشيء بعد حمله الانتقادات اللي كانت عليه اليوم يظهر لي زوز بونتويت هذوما باش يصرف منهم برشا، ما نسيهم لاعب وعنده دي كاليتي كبيره. بالنسبه للجماهير زاد الحقيقه حسب رايي هي اللي كانت ورا الهدف الاولاني، خاطر يجي في وقت كي من هكاكا الاسبيرونس دخلت فيها الدوت. بريمير ميتون ما كانتش باهيه الترجي الرياضي التونسي، كانت فما برشا باسات طويل، كنا حكينا شويه حتى في الاوف قلنا انه الترجي ما لقاش اللعبه نتاعو ما لقاش الاوتوماتيزم، اضطر باش يلعب كرات طويله بحكم الاهلي وقف كما يلزم دفاعيا، لكن الهدف هذاك هو اللي حرر تقريبا من لاعبي الترجي الرياضي التونسي. بداوا مكبلين معناتها، فيليسيتاسيون مره اخرى، ويظهر لي ام تي ميساج اون 10 سكوند، هذا احسن درس بالنسبه للكونفدراليه ظهر لي الافريقيه، وبالنسبه للمصاروه ا كونديسيون نبداو التوانسه يد واحده. شفنا معناتها الترجي الرياضي التونسي سوليداريتي تقريبا على مدار اسبوع، حتى في النشره الجويه شفنا معناتها لابسين ماريول سبيرونس، دونك ان شاء الله نشوفوا السوليداريتي هذه ديما موجوده عند فرق التوانسه كل في اي مناسبه قاريه او دوليه. وان شاء الله مبروك، وان شاء الله العاقبه لبقيه الفرق، وان شاء الله النجم الرياضي الساحلي في الكاس العربيه. يعطيك الصحه، هذا ما نتمناه. سامي الف مبروك، اكيد تعليق على الطاير وتفاعل على الطاير مع هذا الانجاز الباهر. اول حاجه نجم نقولوا برافو للترجي الرياضي التونسي، وانكور ميل برافو للفريق ككل، الناس الكل معناتها جمهور ملاعبيه اطار فني. يعني اليوم كان درس كبير، كان امتحان صعيب، كانت الامتحان قدام كاس افريقيا، قدام شامبيونز ليغ، يعني كاس غاليه برشا كما نقولوا. فنيا الترجي يعني نجم نقولوا اللي قرا الالف حساب للمقابله هذه، عجب يعني في الدفاع ما كانش معناتها ما خلاش ثغرات الفريق الاهلي، ما كانش مجازف، ما طلعش اكثر القدام، يعني ما تسرعش تكتيكيا، يعني المدرب وقف الفريق كما هو، لعب 90 دقيقه بنفس الطريقه، ثم انضباط كل الملاعبيه. نجم نقولوا الدعم الجماهيري كان كبير برشا، زاد تلت المقابله يعني اكثر من هكا، زاد النجم نقولوا اللي ثم الجرينتا لاخر دقيقه معني مع عند الملاعبيه الكل، ثم حب الانتصار كان موجود بالرغم اللي دخلنا في المقابله يعني بشويه كيما نقولوا احنا شويه ديفايونس في الميليو تيران، لكن الناس الكل تستنى في الهدف الاولاني اللي هو جاء الحمد لله يا ربي جاء قبل ما ندخل الميتون باش ما يدخلش فينا الدود، وكملنا دوزيام ميتون لاباس. برافو يونكور، برافو لإطار فني، للمسؤولين الحمد لله المدب على راسهم سي خالد بن يحيى زي ما ننساوش، معين شعباني مدرب صغير كان في امتحان كبير اليوم، كان في مفترق طريق يعني طريق كبير، يعني نقولوا احنا يمين تيتر ايسر
كارير يعني تحط في سيتياسيون من اصعب السيتياسيون اللي تمر بها اي مدرب شاب في كاريره، معناتها تحط سيتياسيون دومي فينال فينال في معناتها كارير كان نجم كاين نجم معين كاين نجم يكون معناتها كاين نجم يكون الضحيه الاولى، لكن لا برهن تصور ضحيه احنا مش نقولوا ضحيه لكن كان نجم نقولوا ضحيه التيتر ضحيه التيتر، لكن تحط سيتياسيون صعيبه برشا برشا من اصعب السيتياسيون. المدرب اللي يحب يكبر واللي يحب ما يخلش الوضعيات هذوما نجم يكبر، لكن كانت صعيبه برشا شامبيون ديزير كيما الملاعبي في اوقات صعيبه وقت اللي انت تمشي وتربح ناصر راهو شامبيونز ليغ تيتر مش مشكل ابريتو هو خذا في مرحله حساسه في مرحله صعيبه كان في مرحله صعيبه مع فريق كيما الاهلي لكن فما حاجه وزيرو. فما نحب نتفاعل معك انا فما حاجه معين من خذا معين فما البدري رجع رجعت له الروح فما برشا ملاعبيه كيف كيف البلادي كيف كيف اليوم شفنا معناتها اليعقوبي كيف كيف شفنا خليل شمام معناتها في الان كونتر ان كان قوي اليوم الترجي كان تالق انه بالروح كبيره ربح لي بال الفوق كان حاضر في الجويل فما كانش معناتها ما خلاش المساحات للملاعبيه الاهلي باش ينجم ياخذوا الكره ويدور الفنيه لكن قبل المقابله حتى التطبيق نتاع الملاعبيه قبل المقابله كانت سيتياسيون كانت صعيبه برشا مع الاهلي وكان كان الضغط كبير برشا نتاع الجماهير وكان الضغط النتيجه كبير برشا وراو شامبيونز ليغ في فينال تلقى روحك مدرب مازال في دوبيت كارير نتاعو الحمد لله يا ربي تعدى هذا الكل كما قلت فنيا نجح برشا جوارات صلحت الوقفه نتاعهم برشا جوارات رجعت لهم الجرينتا نتاعهم برشا جوارات كانوا في انضباط اليوم برشا برشا كيما نقولوا احنا مقابله كبيره برشا ما نستناو فيها عندنا مده الاهلي 3-0 راهو ماهيش حاجه سهله الاهلي فريق القرن فريق من احسن الفرق الافريقيه تربحهم 3-0 هذه الشيم نتاع الفرق الكبيره برافو المعيب برافو الملاعبيه برافو الاطار الفني اللي خلى المقابله هذه تكون معناتها تكتيكيا ناجحه وتكون زاد فنيا ناجحه ما عندي ما نقول اكثر من هكا الترجي في كلمه ميل برافو. انا حبيت نتفاعل معاه في حاجه انه اليوم خلينا نطلعوا فاصل وبعد نرجع فاصل يتعدى قبل كل شيء اكيد نتواصل بعد الفاصل.